معاذ الخالدي المندوب الجهوي للتربية بالقيروان. اليوم احنا في الملتقى الجهوي للمسرح بالوسط المدرسي مدرسة إعدادية ومعاد، لأن عندنا الملتقى الثاني بالنسبة للابتدائي، هو التحضير للمشاركة في على المستوى الوطني. يعني فما سيليكسيون تصير، وأحسن المؤسسة تربوية تمثل جهة القيروان في المهرجان الوطني. حقيقة البهي في الدورة هذه هو أن العدد مقبول جدا للحضور، تقريبا 17 مؤسسة تربوية، وإحنا نأمل اللي فما عدد أكثر مشارك. الإيجابي كذلك هو التفاعل متاع التلامذة، تفاعل التلامذة أمر محمود جدا، لأن المسرح هو بطبيعة الحال هو من بين الأنشطة الفنية المهمة، الأنشطة التعبيرية، الأنشطة اللي تساهم في صقل مواهب التلاميذ وإعدادهم للتحمل المسؤولية وكذلك إعدادهم للحياة وبصفة عامة. حكمنا على هذا المهرجان بطبيعة الحال، أو تقييمنا لهذا المهرجان هو مهرجان ناجح إلى حد الآن، مشاركات طيبة جدا من إعداديات، يبرز بوضوح الجهد رغم قلة الإمكانيات أحيانا وقلة الدعم، ولكن مع ذلك فما جهد، فما إرادة حقيقية من التلاميذ وكذلك من المربين ومن الإطار الإداري. البنية كيف تطها الكار حبت تمشي، قلت لها هيا ما نهز سجل القاضي في الليسي، كيف تطها الكار جبتها أنا جبتها تفرج فيها مسرع والفنان سرسح، وبنيتي ثقرة جيبيه يا جدة ومبيه يا مبيه وبيها يخدم مش فاضي، قلت لها نهز بنتينا وجينا هنا المسرحية باش نتفرج، حتى أنا نحب نتفرج. اسمي أي حميدي من الإعدادية مازن هيري 9A1، تمثل دور الجادة كما شفتوني. مسرحيتنا تحكي كما قال لك سليم، هو معناها بصفة عامة تحكي على لا العنصرية معناها بين القبائل والألوان وكل. الفترة اللي مثلنا فيها وجيزة جدا، 8 حصص ولا 9 حصص، خدمناش معناها كما الإعداديات الأخرى، خدمنا برشا حصص من أول العام، خاطر بحكم نحن في كوليجا ما عندناش مسرح. جينا مسيو أنيس خصيصا من معهد من مدرسة الإعدادية بسيدي سعد، خدمنا معانا، وبعد كي حسنا معناها خاطر نحن أول مرة مانيش متمكنين مكل المسرح بالقدا، حبي بطل برشا مرات وحبي قال معناها خاطر قال ما نجمش ما نحبش تطلعوا على المسرح تشوفوا مسرحيات اخرين معناها تولوا تحشموا بها المسرحية، اما اصرار مسيح حسي واصرارنا نحن خلينا انا نطلع اليوم على المسرح وشفنا شنو عملنا. بكم السيده نجيبه مجعي، مسرح شؤون التلاميذ عن الاداره الفرعيه للحياه المدرسيه، مندوبيه جهويه للتربيه بالقيروان. اليوم متواجدين بفضاء دار ثقافه سد بن الفرات لاحياء ولتنظيم فعاليات الملتقى الجهوي للمسرح بالوسط المدرسي بالمرحلة الإعدادية والثانوية. عندنا مشاركة هذه تدخل في إطار تحضيرات اللي بشتم في ولاية بنزرت لخوض غمار المنافسة الوطنية اللي باش يترشح واللي باش يفوز، والمشاركين كلهم فايزين في الواقع، هو اللي باش يمثل ولاية القيروان في الملتقى الوطني هذا اللي باش يكون تقريبا يوم 14-15-16 ماي. الأجواء بالنسبة لي كانت أجواء استثنائية، أجواء رائعة، تغلب عليها المنافسة النزيهة، فما اجتهادات، فما نثمنوا برشا مشاركات، برشا إشعاع لمشاركين متميزين ومتفردين إن شاء الله يلقوا مستقبل كبير قدامهم. هذا الإبداع وهذا الحضور نحو الإبداع هو كردة فعل على كل السلوكيات الخطيرة أو المحفوفة بالخطر اللي تهدد الوسط المدرسي. هذا هو البديل الصحيح للمدرسة متاعنا، للحياة المدرسية متاعنا. أتمنى التوفيق وشكرا لإذاعة الحياة على المواكب المتميزة متاعكم. تصفيقة حلوة، محلى الديكور ومحلى اللبسة ومحلى الصغيرات ومحلى أستاذهم كيكونوا معاهم. الحياة فهم، الحياة فهم، زهرة الحياة.